35 دقيقة على راديو ميد وقاية القفة من هدي سكودان توت سويت وتشالشينا لايف بي يا توت سويت قفة رمضان قفة رمضان دو لايف قفة رمضان برعاية سكودال دوبل لايف قفة رمضان ولا من هداء سكودال نعرفوا شكون سعيد الحظ توت سويت باش طلعت شاشينا ولا الو وي مرحبا بيك مدام مرحبا صحواتكم عيدك مبروك مبروك ما سمعتش سمعي ربي يعاونك مدام نبيلة مدام نبيلة شنو احوالك شنو عم فيك رمضان رمضان طبعا لاباس الحمد لله ان شاء الله الناس كلها لاباس تعدينا الكورونا كيف هكا تعدى ما عاد ما مازال 19 يوم اليوم ديجا يا ربي الحمد لله ان شاء الله كلكم لاباس وان شاء الله في خير وصحه ونعمه يا ربي يعيشك يعيشك يا مدام الدباره اش عامله فيك هي مش رمضان نعرف اللي نسى كل ومن بعد في الايام هذوما عاد نبداو نحيروا اش باش نطيب واش باش نعمل لحظه مدام نبداو نحيروا علاش تحط في الناء انت اش مدخلك مش بداو يحيروا بداو يحيروا بداو يحيروا منهم مدام نبيلة وغيرها مدام نبيلة انا مانيش معرسة وفيت هذاك علاش مانيش مجبورة ندخل كوجينة كل يوم ونخدم تحير في الشهاوي ان شاء الله نولي نحير تخي تخي بيانتو ان شاء الله الحمد لله مي قولي شنو هي الدبارة بتاع اليوم خلينا نعاونوا نسيف الكوجينة هذه مازال حي اليوم عملت حلال بالفول جلبانة وحمص على الدباب شو اسمه عملت لوبيا بالكعب تاع الدجاج مشوية شوية بريك وكهو الحمد لله يا ربي الحمد لله خيرات الحمد لله ربي يشدك في صحة بدنك عايشك يخليك انا وريت انت تدخل فيها تفادك انا رمال تلقى جماعة قدام حلال ما نقعدوكش نجم ندق البيت مازال بكري نجم نطيب يعيشك وربي يفضلك يعيشك لينا دونك مدام نبيلة الوغ وقاية التشاشين سمعت التشاشينة ولا سمعتها وي انا نقول اصبر التمر هو اسهل منها التمر صحيح اليوم سهل سهل على الاخر الناس كل طلعت الناس كل طلعت تشاشينا يا رب ان شاء الله ربحت ربحت انت مش ربحت مبروك عليك خفه من اهداء سكودال عايشكم يا ربي طلع عليكم مبروك سنة ربي معاكم ومعك عايشك يا مدام مبروك عليك وان شاء الله رمضانك مبروك وعيدك مبروك وان شاء الله بفضلك الفامي نورتنا مدام نبيله فلا دونك انت هذه قفه رمضان اليوم قفه رمضان قفه رمضان كل يوم على راديو ميد برعايه سكودال